الدكتور صلاح الخواجه عضو اللجنه الشعبيه لمقاومه الاستيطان والجدار. اهلا بك دكتور صلاح، وعذرا لم يتسنى لي معرفه حضرتك كضيف كريم عبر الهاتف مباشره. دكتور صلاح، يعني كيف تابعت على مدار الايام الاربعه او يعني منذ الاربعاء الماضي حتى اليوم، تعد اكثر من اربعه ايام، تداعيات القرار وتأثيره على ردة فعل الشعب الفلسطيني بالأساس، إضافة بالطبع لردات فعل الشعوب العربية والإسلامية؟ أولا هذا القرار يذكرنا اليوم، وخاصة أثناء التحركات التي جرت بعد 100 عام على وعد بلفور، أن ترامب بلفور جديد، وبالتالي الشعب الفلسطيني بعد هذا الوعي والتراكم في المعرفة بطبيعة التناقضات وهذه القرارات وتأثيراتها على مستقبل القضية الفلسطينية، حدد الشعب الفلسطيني وحتى شعوب المنطقة وتضامن مع الشعب الفلسطيني، يؤكد بأن هذا عبارة عن استفتاء، يمثل استفتاء شعبي للموقف الشعبي والجماهيري الرافض لقرار ترامب، والذي يعني بشكل واضح أنه تجاوز كل القوانين الدولية والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذا يذكرنا بنفس الطريقة والحدث الذي جرت قبل عام، قبل الحرب العالمية الثانية، حينما كانت النازية تدير الظهر لكل القرارات الدولية. اليوم ترامب يمثل النازيين الجدد بهذا القرار، ويشكل خطر على مستقبل القضية الفلسطينية. بلفور زرع الكيان الصهيوني في فلسطين التاريخية، وترامب يريد أن يشطب الحق الفلسطيني من الوجود على هذه الأراضي بهذا القرار. وبالتالي نحن أمام واقع جديد وأمام رؤية جديدة تذكر بالهبة الشعبية والموقف العربي في 56 أثناء العدوان على مصر، حينما رفضوا كل عمال الموانئ التحميل والتنزيل لبضائع الفرنسيين والبريطانيين. تذكرنا بالموقف العربي في 73 أثناء حرب على مصر مرة ثانية، حينما قاطعوا حتى واخذوا قرار لعام كامل بمقاطعة مبيعات البترول للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي نحن هذه التجارب يجب أن نستفيد منها كقوة سياسية وكمؤسسات وك لجان شعبية على الأرض، نقوم بجهدنا الاحتجاجي والمسيرات التي ننظمها ضد الجدار والاستيطان وضد سياسة الاحتلال ونظام الأبرتاد. اليوم يجب أن نلتحق جميعا وأن تكون هناك مواقف واضحة، أولا منك كفلسطيني ومن القيادة الفلسطينية، الذي يجب فورا بعد الإعلان عن ترامب كانت أن تطالب بتنفيذ الإجماع الوطني الذي جرى في المجلس المركزي. كل قرارات المجلس المركزي الذي أخذت بالإجماع قبل في شهر 3/2015 يجب أن يعلن عن البدء بتنفيذها، وفي مقدمتها التنسيق الأمني وسحب الاعتراف في دولة الاحتلال. ونحن كنا نراهن أكثر أن يستجيب المستوى الرسمي العربي للحراك الشعبي الموجود في كل الدول العربية، الذي ليست تؤكد على تضامنها مع الشعب الفلسطيني، بل تعتبر أن القضية الفلسطينية هي أم القضايا العربية وفي مقدمتها المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. بدا القرار الجامعة العربية في المطالبة بتحفيز الدول في المجتمع الدولي للضغط على أمريكا، كان المطلوب خطواته واضحة مثل تعليق العلاقة مع إسرائيل وطرد سفرائها، أو البدء بمطالبتهم رسميا ووضع جملة من التساؤلات. نعم. دكتور صلاح، يعني الحقيقة مش عايز أقاطع حضرتك، بس حتى لا يعني يداهمنا الوقت، ونقطة من ضمن النقاط اللي حضرتك أثرتها في حديثك، يعني هنا كنت حابب أدخل في موضوع آخر لكن سريعا، يعني كيف تتصور أن يكون ردات الفعل الرسمي، والأهم ربما يكون من وجهة نظري على الأقل، وده اللي أنا حابب أسأل حضرتك عليه، كيف ترى الهدف الحقيقي بعيدا عن فكر شرعنة الاحتلال إلى آخره، والتي يعني وضع بها ترامب، وضع بقراره شرعية للاحتلال إنجاز التعبير، ما هو الهدف مستقبلا في التفاوض، وخاصة أنه بالتأكيد كما تعلم حضرتك عضو لجنة مقاومة الاستيطان والجدار العنصري العازل، أنه بالفعل إسرائيل بدأت أو شرعت في بناء 104 مستوطنات جديدة في القدس الشرقية بمجرد صدور هذا القرار من ترامب يوم الأربعاء الماضي.
القرار سيضر لإسرائيل بشكل مباشر الإعلان على ما تسمى بالقدس الكبرى. والقدس الكبرى معناها أن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم الذي ليس لها حدود، والدولة الوحيدة في العالم ليس أي جزء من أي قارة من قارات العالم، حتى بما في الاتحاد الأوروبي، هي الاتحاد الأوروبي زائد واحد. يعني اليوم القرار بالقدس الكبرى سيكون على 12% من أراضي الضفة الغربية، وترسم وتخطط إسرائيل أن يكون في هذه المستوطنة تقريبا 1,000,000 مستوطن، وتربط ما بين القدس الغربية والشرقية حتى مستوطنة معالي أدومين البحر الميت في منطقة الأغوار، وتصل مناطق الضفة الغربية إلى 3 كنتونات أو 3 أقاليم حسب مخطط إسرائيل، وستقسم مناطق الضفة الغربية إلى 7 تجمعات وكنتونات ومعزل. بالتالي هي تريد أن تشطب القضية الفلسطينية وأن تخرج القدس أولا. ليس هناك، وسريعا وربما سؤالي الأخير دكتور صلاح من وجهة نظرك يعني على الأقل، ليس هناك أي بارقة أمل بأن تكون هذه مراوغات السياسة للوصول إلى الوضع النهائي بقدس شرقية عاصمة لدولة فلسطين مع اعتبار القدس الغربية وحدود 4 يونيو 1967 هي عاصمة إسرائيل، وخاصة أنه نعلم أنه هناك مقر لقنصلية أمريكية في القدس الغربية، ربما يكون هذا هو المجال أو المكان المتاح لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليه. هل هناك لديك أي بارقة أمل أنه يكون هذا هو الوضع النهائي؟ في ظل الحكومات المتعاقبة وبعد تجربة 25 سنة بعد اتفاق أن كل الفلسطيني بما في المستوى الرسمي يؤكد أننا ليس لنا شريك للسلام. إسرائيل وحكوماتها وصلت الفكرة، ليست شريك للسلام، وبالتالي بدون أن نغير في موازين القوى لا يمكن أن نغير في الواقع. إسرائيل تفاوضنا بفرض وقائع على الأرض، ونحن نحاول أن نعتقد أن نراهن على مرجعية وهمية الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة المفاوضات الذي أثبتت في الأيام فشلها. المطلوب خطوات عملية والتحدي. إذا إسرائيل تريد أن تتحدث عن القدس الكبرى، نحن نريد طالب ويجب أن يكون جزء من شعاراتنا، نريد حكم ذاتي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، نريد أن نتحدث عن دولة واحدة، غيرها من الشعارات التي تفتح الخيارات الفلسطينية في مواجهة الاحتلال على كل المستويات المحلية والدولية. نعم، بشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة الدكتور صلاح الخواجة، عضو لجنة مقاومة الاستيطان والجدار العنصري العازل. توصلت في عدد من العواصم العربية والعالمية لليوم الرابع على التوالي المظاهرات المنددة بالقرار الأمريكي بشأن